عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك يؤكد أن عملية نفوذ روسية جارية لاستهداف الناخبين اليساريين في الولايات المتحدة الأمريكية. شركة فيسبوك قالت أن عملية تأثير روسية تم تقديمها على أنها مصدر أخبار مستقل لاستهداف الناخبين من تيار اليسار في الولايات المتحدة، شملت تجنيد صحفيين مستقلين للكتابة عن السياسات الداخلية. روسيا أسست مؤسسة إعلامية ذات توجهات يسارية، ثم عملوا على توظيف كتاب مستقلين لإثارة الانقسام في أمريكا، ويحاولون إشعال التوترات وتقويض الثقة في العملية الانتخابية. عملية النفوذ الروسية يقول فيسبوك أنها ركزت جزئيا على السياسة الأمريكية والتوترات العرقية في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتركزت حول منظمة إعلامية زائفة تسمى بيانات السلام. التحقيق الذي فتحه فيسبوك توصل أيضا إلى وجود روابط لأفراد على صلة بنشاط سابق لوكالة أبحاث الإنترنت الروسية، وهي شركة مقرها في سان بطرسبرغ. يقول مسؤولون بالاستخبارات الأمريكية إنها كانت محورية في الجهود الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وكانت روسيا قد نفت سابقا مزاعم أمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات، وقالت إنها لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول الأخرى.